بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مستمرون وياكم في سلسلة شروحات منهج مادة CCNA ضمن مبادرة أكاديمية الشبكات سيسكو في جامعة تكريت لطلاب كلية علوم الحاسوب والرياضيات. وتعتبر هذه المبادرة هي من ضمن المسؤوليات الاجتماعية المناطبة أكاديميتنا لتقليل الفجوة بين سوق العمل ومؤسسات الدولة. وصلنا بالمحاضرة السابقة ضمن موضوع الإيثرنت ماك أدريسز، وصلنا إلى الفريم بروسيسنج، يعني باختصار كيف أنه تتم عمليات الكوميونيكيشن على اللان، يعني متى إحنا نستخدم الماك أدريس. إحنا قلنا الطبقات اللي موجودة عندنا كOSI موديل هي الابليكيشن لاير والبرزنتيشن لاير والسيشن لاير والترانسبورت لاير والنيتورك لاير والديتا لينك لاير والفيزيكال لاير. ضمن الديتا لينك لاير راح يضاف الماك ادريس سورس وديستنيشن. زين هذا الماك ادريس شنو وظيفته؟ راح نيجي نعرف الفريم بروسيسنج هو اللي يجاوب على سؤال وظيفه الماك ادريسز. هنا يقول لي when a device is forwarding a message، عندما الجهاز يرسل الرساله الى الايثرنت نتورك، يعني الى شبكه الايثرنت اللي هي اللام. راح الايثرنت هدا اللي هو الرسالة اللي راح تنتقل ضمن الكابل أو ضمن الميديا، يقول الإيثرنت هدا مالتها، يعني اللي هو الرأس مال الرسالة اللي راح تحمل على الميديا اللي هو الميديا، سواء كان هنا يتحدث لي عن الإيثرنت يعني عن الواير. يقول لي يتضمن السورس انكلود سورس ماك أدريس and a destination ماك أدريس. يتضمن خلينا نقول المرسل والمستقبل او السورس والديستنيشن. هذه احنا متفقين عليها. قلنا الفريم مثل ما تشوفون بهاي الصوره، قلنا الفريم ادريسنج يتضمن الديستنيشن شنو الديستنيشن ماك ادريس والسورس ماك ادريس، وعندنا احنا الداتا وتتضمن الانكابسوليتد داتا، يعني بعد اكو عندي هيدر النيتورك لاير، هيدر الترانسبورت لاير وان سو اون اللي هو الداتا. فهنا يقول لي عندما الجهاز أي واحد من هذه الأجهزة يسوي فورورد للمسج على الإيثرنت نيتورك على شبكات الإيثرنت، راح الإيثرنت هدا يتضمن شنو الإيثرنت هدا؟ يتضمن السورس ماك والديستنيشن ماك مثل ما موجود عندنا ضمن هذه الصورة. يقول لي هنا وين NIC، NIC قلنا هي كرت الشبكة يعني نيتورك انترفيس كارت. يقول لي when NIC receives Ethernet frame، يعني عندما الـ NIC تستلم الـ Ethernet frame، الـ NIC يقصد الحاسوب أو أي جهاز يمتلك NIC. إيش راح تسوي هاي الـ NIC؟ It examines the destination MAC address to see if it match the physical MAC address that is stored in RAM. هنا لما الجهاز يستلم الفريم البيانات، أي جهاز يمتلك NIC لما يستلم الفريم راح يفتح يسوي ديكابسوليت، يعني فك للهدا مال الفريم، وراح يشيك هذه الفريم، يشيكها يشوف الديستنيشن ماك أدريس هو هذا موجود ضمن الماك تيبل للجهاز. إذا موجود يعني ماتشس مع الفيزيكال ماك ادريس ذات از ستوريد ان رام، اللي هو وين يخزن بالرام، يخزن ضمن ماك تيبل. هل ان هذا الديستنيشن ماك موجود؟ اذا موجود ايش راح يسوي؟ اف ذير از ا ماتش، اذا موجود هو ات باسز ذا فريم اوف ذا او اس اي لايرز، راح يبعث او يمرر الفريم الى ايش؟ إلى بقية الطبقات الخاصة بالآيزو أو الـ OSI layers where the decapsulation process takes place، وعمليات الـ decapsulation تستمر على إيش؟ على خلينا نقول على منوال. فهنا إذا تلاحظون الدقة أنه الجهاز يستلم الفريم، إحنا قلنا البيانات الـ data بالابليكيشن layer لما يضاف لها تسمى character، لما يضاف لها الهدى الخاص بالترانسبورت لاير نسميها سيجمنت،
لمن يضاف لها الهيدر الخاص بالنيتورك لاير نسميها باكيت، ولمن يضاف لها الهيدر الخاص بالديتا لينك لاير شو نسميها؟ نسميها فريم. فباختصار لمن تجي الباكيتس او الفريم لمن تجي على الان اي سي مال اي جهاز، يعني موجود حتى سواء كان الفون مالتكم او سواء كان اي جهاز موجود يمتلك ان اي سي، لمن تجي الباكيت عليه راح يسوي، راح يفتح هاي الفريم. لمن يفتح الفريم يعني الهدا مالتها، فيشيك بالهدا، يشيك انه الديستنيشن ماك ادريس، وهو عنده، هو عنده ضمن، هو عنده ماك تيبل، فراح يشيك هنا يقول لي if there is if it match the physical MAC address in RAM، إذا موجود ضمن الرام راح يمررها، وإذا ما موجود if there is no match the device يسوي لها discards the frame، راح شو يسوي لها؟ راح يهمل هذه الفريم، يعني يفتح الفريم يشيك destination MAC address، يشيك ما موجود عنده من تيبل للماك، هل انه هذا الماك موجود؟ اوكي موجود، يسوي لها فورورد، او نفس اللي مخزون عنده، مخزون الفيزيكال ماك ادريس اللي مخزون عنده بالرام، يعني احنا كل ان اي سي الى شنو؟ الى رام، الى ماك ادريس العفو خاص بي. فبعدها انه اذا از ماتش ات باسز ذا فريم اب ذا او اس اي لايرز وير ذا ديكابسوليشن بروسيس تيكس بليس. أكو ملاحظة هنا يقول لي الإيثرنت إن آي سيز يعني كروت الشبكة will also accept frames if the destination MAC address is a broadcast or a multicast group of which the host is member. هنا يقول لي، يقول لي حتى في حالات البرودكاست، البرودكاست هو جهاز مثلا H1 يدز لكل هذه الأجهزة نسميه برودكاست، بينما ذا الجهاز هذا دز الجهازين وما دز للجهاز الآخر، هذا يسموه مالتي كاست. فيقول لي حتى الـ NICs اللي هو كروت الشبكة ومن الأجهزة فذلك توافق على الـ إيش؟ توافق على الباكيتات اللي هي كانت برودكاست أو مالتي كاست بشرط واحد، شنو؟ إذا كان الهوست هو منبع، يعني ضمنها. هنا يجي يعني يشرح لي الفريم بروسيسنج، العملية راح تكون يعني أكثر دقة وأكثر تفصيل. Any device that is the source or destination of Ethernet frame، أي جهاز سواء كان هذا source أو destination بالنسبة للإيثرنت فريم of Ethernet frame will have Ethernet NIC and therefore أي جهاز سواء source أو destination ويمتلك NIC أو Ethernet NIC and therefore، ولذلك الماك أدريس اللي هو and therefore a MAC address، أكيد الـ NIC تمتلك MAC address يكون مطبوع عليها physically، يعني تقدر أنت تمتلك الماك أدريس مطبوع على الـ NIC مال الـ devices مالتك. This include workstation servers printers mobile devices and routers. يعني يقول لي أي جهاز سواء كان source أو destination ويمتلك NIC أو أي نعم يمتلك NIC هو يمتلك MAC address، سواء هذا الجهاز كان workstation أو server أو طابعة أو mobile أو routers، أي جهاز يمتلك NIC. طبعا احنا عندنا بالموبايل عندنا وايرليس ان اي سي اللي هي الوايرليس، لان احنا عندنا وايرليس لان. اوكي نجي هنا مور ديتيلز، عندنا الاتش 1 كسورس هوست اي نيد تو سند ذس فريم تو سيرفر، هو يريد يتخاطب مع هذا السيرفر. باعوا كيف تتم العمليه بالنسبه للماك ادريس، ولاحظوا هنا الاتش 1 متصل بسويتش وهذا السويتش مرتبط بي سيرفر، يعني أنا ضمن لان، يعني ماكو راوتر. إذا موجود راوتر، لو كان عندي أنا راوتر مثلاً بهاي الحالة العملية راح نجي نشوفها، لكن إحنا جاي نحكي عن اللان وظيفته ضمن شنو؟ ضمن اللان، وكوظيفة يسموها يونيكاست ماك أدريس. شنو اليونيكاست؟ اليونيكاست عندنا والمالتيكاست عندنا بالاي بي في 4 وعندنا البرودكاست. اليونيكاست انه جهاز يرسل الى جهاز،
مالتيكاست جهاز يرسل إلى مجموعة من الأجهزة، البرودكاست جهاز يرسل إلى كل الأجهزة. إحنا هناي باليونيكاست، شنو الإيثرنت ماك أدريسز أو اليونيكاست ماك أدريس شي يقوم، شنو وظيفته؟ راح تلاحظون هناي موجود أنا عندي سورس هوست، وعندي بالسورس هوست عندي آي بي وعندي ماك وعندي سيرفر. السيرفر كذلك يحتوي على آي بي ويحتوي على ماك. فلاحظوا أنه كيف تتم عمليات هذا سورس، فهو هذا الـ خلي نقول الماك مالته بداخل الرسالة، باعه هذا الماك مالته بداخل الرسالة، هذا ديستنيشن وهذا الماك مالته داخل الرسالة، هذا شنو؟ هذا سورس الاي بي مالته داخل الرسالة، وهذا هو الديستنيشن الاي بي مالته داخل الرسالة، وهذا البيانات اللي هي ضمن الابليكيشن لير، وهذا التريلر. احنا قلنا الفريم اكو هيدا واكو تريلر، هذا هو الهيدا مال الفريم، هذا الهيدا مال الفريم، وهذا الذيل مال الفريم التريلر. قلنا الماك ادريس احنا شغلنا هنا يا طلاب، الاي بي، الاي بي ما لنا علاقه به لان الاي بي راح يكون ثابت، التغيير اللي راح يتم عندي يتم بالماك ادريسز، لان احنا جاي نتحدث عن الايثر ماك ادريسز. فركزوا لي هنايا، ركزوا لي هنايا، هذا المحاطات باللون هذا، هذا محاطات معناها هي نفس الديفايسز، يعني هذا 28 نهايته وهذا نهايته 200، معناها نفس الايش، نفس الديفايسز. هذه مهمة جدا ان ايش، مهمة جدا ان تنتبهوا لي عليها، يعني ضمن الايش، ضمن المخطط. واضح يا طلاب؟ هناي راح نجي على ان ايثرنت ديفرنت ماك ادريسز ار يوزد فور لاير 2 يونيكاست برودكاست اند مالتي كاست كوميونيكيشنز. بالايثرنت عندي اكثر او ماكات مختلفه او ماك ادريسز راح تستخدم باليونيكاست وبالبرودكاست وبالمالتي كاست كوميونيكيشن. نجي على اليونيكاست، الماك ادريس از يونيك address that is used when a frame is sent from single transmitted device to single destination device. يقول لي هناي شنو هاي العملية كيف تتم؟ يقول لي تتم عندما single device يخاطب single destination device، هذا اليونيكاست. العملية كيف تتم؟ يقول لي the process that the source host uses to determine the destination MAC address اللي هو مرتبط مع الـ IPv4 address، هذه العملية تسمى شنو؟ بالـ Address Resolution Protocol ARP. يعني دائماً الـ ARP protocol اللي موجود عندك، أكو protocol موجود عندك وظيفته يعرف هذا الـ IP وشنو الماك أدريس اللي مرتبط به، وهذا الـ IP وشنو الماك أدريس اللي مرتبط به. فهنا يقول لي العملية هي شنو؟ Source host اللي هو هذا راح uses to determine the destination MAC address، راح يستخدم لتحديد شنو الdestination MAC address، هذا الdestination MAC address كيف يحدده، شلون يقدر يحدده الdestination MAC address، من خلال شنو؟ من خلال associated with the IP addresses، من خلال ال IP addresses مالته اللي مرتبط بال IP addresses. وإز known as address resolution protocol، يعرف بشنو البروتوكول اللي هو الـ AR أو نسميه الـ address resolution. The process that source host uses to determine the destination MAC address associated with an IPv6 address is known ND neighbor discovery. هناي احنا بما انه راح نتطرق على الاي بي في 6، يقول لي بالنسبه للماك ادريس كيف يتعرف عليه، يعني السؤال المطروح يقول لي كيف السورس هذا الاي بي الجهاز هذا كيف عرف الماك ادريس، يقول لك عرف الماك ادريس من خلال شنو؟ من خلال الاي بي ادريس، ما هذا يعني يشوف الاي بي ادريس. وكيف يتعرف عليه للماك مالته؟ يقول له باستخدام بروتوكول اسمه الاي ار بي بروتوكول. لهذا كل ما زاد عندنا الـ ARP protocol كل ما كان عندي شنو، أنا عندي تقريبا مشكلة بالشبكة، يعني يفضل أن تقل الـ ARP protocol.
ليش؟ لان الاي ار بي بروتوكول كل ما زادت راح يعني تستهلك من الباندويث اللي موجوده عندي. وكذلك هذا دليل على انه اني جاي يعني اكو عندي اجهزه مرتبطه، وكذلك اكو عندي ارسال مستمر لهذا البروتوكول من اجل كشف الماك ادريس اللي مرتبط بالاي بيات. اذا البروسيس ذات سورس ا هوست يوزز تو ديتيرمن ذا ديستنيشن ماك ادريس هي من خلال شنو؟ associated with the IPv4 address is now an ARP. بينما الـ IPv6 شي يستخدم ما يستخدم الـ ARP، ما موجود عندنا شيء اسمه ARP بالـ IPv6. لا، راح يعرف الماك ادريس من خلال بروتوكول، شو اسمه البروتوكول؟ نايبر ديسكفري ND. فهذه ركزوا لي عليها. ملاحظة، السورس ماك ادريس must always be a unicast. دائما السورس لازم يكون يونيكاست. ما عندي اني، ما عندي سورس ماك ادريس هو برودكاست او مالتي كاست. ركزوا لي على هذه الملاحظه، انه السورس ماك ادريس ماست اولويز بي ا يونيكاست. اذا تلاحظون هذا هو الهدا مال الباكيت اللي جاي تحمل على الواير اللي احنا ما جاي نشوفها اصلا. تخيلوا كيف، شنو البيانات او المحتوى لهذه الباكيت، وهذه كلها شو نسميها؟ ايثرنت فريم. احنا بعدنا يعني اما البرودكاست، البرودكاست العمليه I need to send data to all hosts on the network. يعني هذا السورس هوست يريد يرسل للكل، هذا يسمونه destination host group. أنا أريد أدز رسالة لكل الأجهزة اللي مرتبطة بالإيش، مرتبطة بالسويتش اللي أنا مرتبط به، هذا يسموه برودكاست. باعوا اللي راح يتغير. إحنا ندري إنه الآي بي كبرودكاست دائما، إحنا لما نقسم الآي بيات، أول آي بي دائما مثلا 192 168 واحد واحد إذا كان عنده سبنت ماسك مالتي 224 البريفكس. فأول آي بي يعني واحد واحد، أول آي بي ننطي للراوتر والبقية للهوستات. آخر آي بي هذا برودكاست ما يصير نستخدمه، إحنا عندنا آي بي ان ما يصير نستخدمه. لذلك المعادلة دائما ماينس 2 اللي هو أول آي بي اللي يمثل النيتورك آي بي، وآخر آي بي اللي يمثل البرودكاست آي بي اللي هو دائما يكون 192 168 1 255 1 255. فلما أنا أخلي باعو، لما أخلي الآي بي 255 الآي بي الأخير، معناها أنا أريد أرسل رسائل لكل الديستنيشن اللي موجودة، لكل الديفايسز اللي مربوطة عندي على اللان. بالمقابل الماك أدريس كيف لازم يكون؟ كذلك آخر شيء بالماك أدريس، آخر شيء بالماك أدريس هو يا حرف الاف، تعرفون هو بالهكسا، وهو عبارة عن كم هكسا ديجيتس، هو عبارة عن 12 هكسا ديجيتس، يعني 12 في 4 48 48 شنو؟ 48 خلي نقول بالهكسا ديسمال، بالهكسا ديسمال. فلما أجي أنا على هاي القيم مالتها بالهكسا، الهكسا أول قيمة بها الصفر وآخر قيمة بها الاف، فأنا شنو البرودكاست بها؟ آخر شيء اللي هي الافات. إذن البرودكاست حتى يتحقق لازم الماك أدريس كذلك إنه يكون كلها إيفات، كلها إيفات، حتى نفهم إنه هذا هو هذا آي بي وهذا المرتبط به الماك أدريس. فحتى تفهمون شنو شنو البرودكاست ماك أدريس، وراح تأخذوها أكثر بعد، طبقوه أكثر، تترسخ أكثر. هنا يقول لي الإيثرنت برودكاست فريم is received and processed by every device on the Ethernet LAN. أكيد راح تستلم وتعالج من كافة الأجهزة اللي موجودة ضمن اللان. الفيتشر للإيثرنت برودكاست هي كالآتي. المميزات للعلم، ملاحظة الـ IPv6 ما يحتوي على البرودكاست، يعني بي يونيكاست، بي برودكاست، بي يونيكاست، بي مالتيكاست، لكن ما بي برودكاست، بي نوع جديد اسمه الأنيكاست. إذن الـ IPv6 ما بي ARP، بي ND. IPv6 ما بي برودكاست، بي اني كاست. IPv6 ما بي نات. IPv6 ما بي سبنت ماسك،
بي بريفكس. هذه ملاحظات كذلك احفظوها وراح تاخذوها يعني ان شاء الله بالمحاضرات اللاحقه. It has a destination MAC address of اللي هو يمتلك destination MAC address اللي هو الإيثرنت بودكاست R as follows. It has a destination MAC address لازم عندك هذا ال destination in hexadecimal 48 ones in binary. It is flooded out all Ethernet switch ports except the incoming port. It is not forwarded by a router. يقول لي انه انت راح ترسل السويتش راح يرسلها لكل الاجهزه باستثناء الجهاز اللي استلم شنو اللي هو ارسل الباكيت اللي هو منه اللي هو هذا ال H1. If the encapsulated data is an IPv4 broadcast packet, يعني اذا الهدا هو تم الكابسوليتد مالته تمت من خلال الاي بي في 4 يعني بالنتورك لاير اضيف الاي بي في 4 سورس ديستنيشن. This means the packet contains a destination IPv4 address that has all ones يعني in the host portion. يقول هذا يعني انه هذه هذا اخر اوكتت يكون كله وحدات بشنو؟ وحدات احنا قلنا هو عبارة عن اوكتت. هذا الاوكتت كل اوكتت 8 بت، هذا 8 بت، هذا 8 بت، هذا 8 بت، المجموع 32 بت. فيقول لي اذا كان الاي بي برودكاست فلازم اخر اوكتت اللي هو يمثل الهوست بورشن. احنا قلنا الاي بي يتكون من قسمين، بما انه هذا البريفكس مالته 24 فمعناها انه الاخر اوكتت هو فقط للهوست، فكل البتات هذه لازم تكون واحد. فبالباينري اذا كلهن واحد لما نحولها الى الديسيمال راح تطلع القيمه 255. هذه ركزوا لي عليه. كذلك هنا يقول لي اذا كان الاي بي في 4 فلازم تكون كلها وحدات. This numbering in the address هذا الرقم يعني بالعنوانه او this numbering او خلينا نقول هذه العنوانه تعني بان كل الهوستات on that local network كل الهوستات اللي موجوده عندي باللوكال نتورك راح تستلم الباكيت وتعالجه. هذه كذلك خطوه. المالتي كاست كذلك لازم نتعرف المالتي كاست انه جهاز هذا جهاز ال H1 يريد يرسل الى مجموعه فقط، يعني يرسل لهذا وهذا وهذا وهذول ما يرسل لهم. كذلك لازم يكون هذا بالاي بي في 4، كذلك لازم يكون عندي اي بي خاص بالايش. طبعا انا جاي احكي عن ديستنيشن، ماكو شيء بالسورس، ماكو شيء عندي بالسورس هو مالتي كاست ولا برودكاست، كله يونيكاست سواء ماك او. فتلاحظون هناي هذا 224.0.0.200 هذا هو بدايه الاي. اذا اي اي بي يجيكم بدايته 224 معناها هذا مالتي كاست اي بي، احفظوها. كذلك الحال بالنسبه للديستنيشن، هنا ماك ادريس. شنو هنا عند الديستنيشن ماك ادريس؟ الديستنيشن اللي بدايته 0105E هنا لازم تنتبهون على هذه البدايه، راح نجي ناخذها بالتفصيل. يقول لي الايثرنت مالتي كاست فريم شنو يعني؟ is received and processed by a group of devices that belong to the same multicast group. عندي مجموعه من الاجهزه نفس الجروب، هي نفس اللان، أنا فقط أرسل إلى 3 من مجموع 5، هذا يسموه مالتي كاست. يقول لي there is a destination MAC address of، ال destination MAC address هو هذا، شوفوا طبعا بي تكملة 00، هذا راح يجي يقول when encapsulated data is IPv4، إذا IPv4 المالتي كاست packet وال destination MAC address of شنو هناي 3 3 3 3. يقول لي المالتي كاست باكيت والديستنيشن ماك ادريس، المالتي كاست باكيت يقصد بها الاي بي والماك ادريس اوف 3 3 3 3، وين انكابسوليتد داتا از اي بي في 6 مالتي كاست باكيت. هنا نرجع يقول لي اذا there is a destination MAC address
هذا when the encapsulated data is IPv4 multicast data. يعني إذا كان IPv4 فالبداية مال المالتيكاست تكون 01005 اي، بس تشوف هذا الماك لما نسوي واير شارك كابتشر بس تشوف الماك بهاي الصورة 01005 اي راح تقول هذا الماك مالتيكاست مباشرة البداية مالته. واضح يا طلاب؟ وإذا لقيت الاي بي بداية 224 وهذا الصيغة التكملة، لأن احنا عندنا المالتيكاست اللي حجز للاي بيات، قول عليه هذا الاي بي مالتيكاست. بينما إذا لقيت الماك 3333 هذه الباكت معناها تكون شنو؟ انكابسوليتد مع الاي بي في 6 مالتيكاست باكت. واضح؟ هذا تكون انكابسوليتد مع الاي بي 4، هذه انكابسوليتد مع الاي بي في 6 اللي هي 3.3.3. هذه ايضا ملاحظتين مهمه. There are reserved multicast destination MAC addresses for when the encapsulated data is not IP. يقول لي كذلك أكو عندي reserved multicast addresses MAC address أو addresses، أكو أشياء محجوزة كذلك للmulticast destination، للmulticast destination MAC addresses. هذه شو وقت؟ عندما encapsulated data is not IP، يعني الباكت ما تحتوي على اي بي. مثل شنو؟ such as spanning tree protocol. هذا spanning tree protocol راح تاخذوه بتفصيل ويعتبر مستوى متقدم جدا، يعني مو متقدم جدا، مستوى متقدم. واضح؟ مستوى يعتبر متقدم بالنسبه للسي سي ان اي. هذا يقول لي اكو باكيتات، اكو باكيتات تستخدم ماك ادريس مخزون خاص كمالتي كاست، رغم انه هي ما تكون الباكت ما تتضمن الاي بي. وين شنو المثال عليها؟ المثال الاس تي بي سبانينج تري بروتوكول. هنا يجي ات از فلودد اوت اول ايثرنت سويتش بورتس اكسبت ذا انكمينج بورتس، يعني هو راح يدز لكل الايثرنت سويتش بورتس باستثناء الانكمينج. انكمينج منو؟ منين اجت هي الباكت؟ unless the switch is configured for multicast snooping. لازم هذه انه شنو configured للمالتيكاست، يعني لازم cast snooping. it is not forwarded by a router. ما بيه بروتكاست. unless the router is configured to route multicast packets. it is not forwarded by router unless the router is configured to route multicast. إلا إذا كان الراوتر هو تم الكونفيجر مالته to route multicast packets. لأن تعرفون الراوتر يستلم الباكت ويشيك ويبعث، ما عنده هذا الا اذا كان الباكت احنا سبب المالتي كاست. بيكوز هنا لان المالتي كاست ادريسز ريبريزنت ا جروب اوف ادريسز وسام تايم يسموها الهوست جروب. يقول لي لان المالتي كاست هو احنا ندز فقط المجموعه من الاجهزه مو كل الاجهزه، لذلك they can only be used as a destination of packets. لذلك انه فقط هي تستخدم كديستنيشن of packets للdestination. السورس دائما تكون unicast addresses، وهذه اتفقنا عليها من البداية. as with unicast and the broadcast addresses the multicast IP address require corresponding multicast MAC addresses. سواء كان unicast أو broadcast المulticast addresses يتطلب دائما corresponding المطابقة الماك المulticast MAC address. إذن هذه أنا جاي أفهم فقط عمليات إرسال البيانات. أنا لو من أريد أرسل الشخص أو أريد أرسل لكل الأشخاص أو أريد أرسل المجموعة من الأشخاص، هذه وين تفيدني؟ تفيدني أنا المالتيكاست، تفيدني لو من أسوي ماك مثلا أسوي إيميل، يعني إيميل يسموه خاص بالتدريسيين. فلما أدز رسالة، أدز رسالة إحنا مثلا في جامعة
نريد نفس الفكره للانستنت ايفنت. فلازم هذا الايميل وين يرتبط؟ يرتبط على اي بي مالتي كاست او يكون هو من نوع مالتي كاست. فبهاي الحاله وين اني اربطه؟ فقط يروح على الاشخاص المعنيين. ولمن اريد ادز للكل مثلا عطله توجيه اعلان استخدم اي بي من نوع شنو؟ اي بي من نوع او اذا اريد انا خاطب شخص من شخص لشخص استخدم يونيكاس. هذا هو فائده البيانات. بالاضافه احنا قلنا الى الفائده اللي هي متمثله بايش؟ بالتعرف على الماك وغيرها من التفاصيل اللي راح نجي ناخذها احنا بالمحاضرات القادمه. اكو عندي لاب فيو نتورك ديفايس ماك ادريسز. هذا طبعا in this lab we will complete the following objectives. نرجع و يعني نتحدث عن انه احنا لازم نركز على اللابات. فانا راح اشيك وياكم طبعا هذا لكن الى الان ما موجود طالب نزل اللابات. ضروري جدا يا طلاب تركزوا لي. احنا مشينا بحيث انه هسه صار عندنا مفاهيم نقدر نتناقش بالعملي. فياريت انه صالح او اي من الطلبه ساجد اي واحد ياريت ينزل لنا اللاب الاول والثاني خلينا نتناقش به. وصلنا الى موضوع 7.3 الماك ادريس تيبل. يعني لازم نفهم شنو الماك ادريس تيبل. اكو تيبل وين موجود هذا الماك ادريس تيبل؟ يعني اكو تيبل خاص بالماك ادريس. خلينا نجي نشوفه هذا شنو وظيفته شنو اهميته. احنا قبل شويه تحدثنا على فريم اوف بروسس. بالفريم اوف بروسس قال لي ملاحظات اللي افتهمتها انه انا لما اريد ارسل الجهاز فاني عندي لازم سورس اي بي وسورس وديستنيشن اي بي. لازم عندي سورس ماك وديستنيشن ماك. كيف اقدر اعرف الماك اعرفه للديستنيشن؟ شلون يقدر يعرف الجهاز؟ يعني انا اريد ادزل شخص موجود وياي بالبيت او ضمن اللان مالتي الشخص منكم مثلا اذا كنا على لان وحده شلون اعرف الماك مالته؟ تقول لي تعرفه من خلال الاي ار بي بروتوكول. هو اللي راح يعلم الجهاز بالماك. هذا بالنسبه للاي بي في 4. بالنسبه للاي بي في 6 من خلال الان دي بي بروتوكول. اوكي اليونيكا يقول لك دائما السورس يكون يونيكاست، اما الديستنيشن هو اذا كان برودكاست او مالتي كاست. حكالي بالبرودكاست مفهومه انه جهاز يرسل الى كل الاجهزه، هذه يسموه مفهومه البرودكاست، نوع من انواع الارسال او البيانات. او نحن نقدر نقول البيانات تقسم الى 3 اقسام، يونيكاست ومالتي كاست وبرودكاست. هذا بالاي بي في 4. بينما المالتي كاست انه جهاز يرسل الى جزء او مجموعه من الاجهزه. يعني انا عندي 5 اجهزه، 3 منهم ارسلت لهم، هذا يعتبر مالتي كاست. اذا الماك ادريس تيبل هذا اللي اخذناه. الماك ادريس تيبل شنو هو الماك ادريس تيبل؟ يقول لي السويتش فاندمنتالز، اساسيات السويتش. احنا حتى نفهم السويتش لازم نفهم الفاندمنتالز مالته. شنو الماك ادريس تيبل؟ يقول لي باللاير 2 ايثرنت سويتش. احنا السويتش نسميه لاير 2 ديفايس. ليش؟ لان السويتش فقط يتعامل مع الماك تيبل. السويتش فقط يتعامل مع الماك تيبل. السويتش لما تفوت به البيانات الفريم لما تفوت بالسويتش ما يقدر يصل للنيتورك لاير. يعني ما يقدر يسوي ديكابسوليت للنيتورك لاير، ما عنده امكانيه. فقط اللي يقدر يشوف الديتا لينك لاير والنيتورك لاير هو الراوتر. بينما السويتش فقط يقدر يشوف الديتا لينك لاير لان هو لاير 2 يسموه لاير 2. هذا السويتش يوزز لاير 2 ماك ادريس، يستخدم اللاير 2 ماك ادريس اللي هي الديتا لينك تو ميك فوروردنج decisions حتى يتخذ القرار. make forwarding decisions. إذن السويتش يحتوي على ماك تيبل، ومن خلال هذا الماك تيبل تتم عمليات الفوروردنج واتخاذ القرارات. it is هنا completely. يعني شخص يقصد it is يقصد باللاير 2 ايثرنت سويتش. it is completely unaware of data protocol يقصد به being carried in the data portion of the frame. يعني هو فقط شنو يقدر يشوف
فقط يقدر يشوف الماك، إذا أريد نختصرها هو فقط يقدر يشوف الماك تيبل أو الماك ضمن الهدا الخاصة بالفريم، الهدا اللي تحتوي على الأدريسز، والأدريسز يحتوي على السورس وديستنيشن ماك، فهو يقدر يشوف الديستنيشن ماك حتى يشيكه هو مع الفيزيكال أدريسز ماك اللي هي أو الفيزيكال أدريسز اللي موجود عندي بالرام. مثلا هنا يجي يقول لي السويتش يتخذ القرار بناء على شنو؟ بناء على الايثر ماك ادريسز، بناء على شنو؟ الايثر نت ماك ادريسز. لهذا السويتش يسوي لي فحص لل it is ماك ادريسز تيبل، للماك تيبل مالته، حتى يتاكد to make forwarding decisions، حتى او decision حتى يتخذ قرار. يعني السويتش ببساطه يحتوي على ماك تيبل، هذا الماك تيبل بالماكات مال الاجهزه الموجوده، فهو ايش راح يسوي بهاي الماكات؟ راح نجي، هو يتخذ قرار من خلاله فور ايتش فريم، يتخذ قرار لكل فريم تمر من خلاله. هذا دائما يقول لي ما يشبه ليجسي للايثرنت هاب، هذا ما يشبه الهاب، او الهاب ما يمتلك ماك تيبل. الهاب يشتغل على الفيزيكال لاير، والسويتش يشتغل على الداتا لينك لاير، والراوتر يشتغل على النيتورك لاير. احفظوها، الهاب هو ترسل، يعني تفوت الباكيت بي يرسلها لكل المنافذ، اي باكيت تفوت له يدزها لكل المنافذ، بينما السويتش لا، يدزها على الماك مال المنفذ، ما يدزها للكل. لهذا احنا الكوليجن يكون عالي جدا، ويسمونه وان كوليجن دومين، الهاب وان كوليجن دومين، تصادم، نطاق تصادم واحد، بينما السويتش لا، كل ان اي سي يعتبر كوليجن دومين. That is repeats bit out all port except the incoming port. يعني يدزها للكل عدل الباك منين اجت هي. When switch is لما نشغل انت السويتش هنا، معناها ترجمة الماك تيبل هو empty. أول ما نشغل السويتش الماك تيبل يكون empty فارغ. ملاحظة، يقول لي الماك أدريس، الماك أدريس تيبل هو sometime referred to as content addressable memory. الماك ادريس تيبل هو بعض الاحيان يشار الى كشنو؟ هو as a content addressable memory table، يعني كام تيبل. احفظوها، اول ما نشغل السويتش دائما يكون التيبل مالتي فارغ، ودائما او بعض الاحيان يشار الى الماك تيبل بالكام تيبل، يعني content addressable memory table. هذه كذلك معلومة ضمن السويتش fundamentals. نجي على السويتش learning and forwarding. السويتش بعمليات، اكو عمليات learn واكو عمليات forward، يعني اكو باكيت تفوت للسويتش تعلم هذا السويتش، تقول له سجل هذا الماك عندك، واكو باكيت تمر حتى يسوي لها forward، لان هي مجرد تعبر من خلال السويتش. احفظوا هذه النقطتين، learning and forwarding. نجي نفهم learn. examine the source MAC address. examine لما يشيك ال source MAC address يسموه learn، تعلم. يقول لي هنا every frame، كل frame تدخل للسويتش هي تتشيك لإيش؟ for new information to learn، حتى إيش؟ حتى أعرف عنها أكو معلومات جديدة. لازم كل فريم تدخل السويتش راح تتشيك الفريم. إحنا نرجع ونقول هي البيانات اللي ترسلها أنت، لما دزيت هلو، هذه الهلو راح يصير عليها encapsulated، راح يضاف لها هدا، يضاف لها TCP protocol لأن هو للنصوص، راح يضاف للاي بي سورس ديستنيشن راح تسمى باكيت، راح يضاف الماك سورس ديستنيشن تسمى فريم هنا، وتتحول الى بتات وترسل. والان اي سي من وظائفه انه يحول الباينري الى انالوج، وبالمستلم يحول الانالوج الى باينري او ديجيتال احنا نقول عليه. هنا يقول لي اي باكيت تجي
فوت على السويتش راح يشيكها. يشيكها ليش؟ حتى بها معلومات جديده for a new information to learn. هذا يسموه learn اللي هو examine the source MAC address. It does this by examining the source MAC address of a frame on the port number where the frame entered the switch. يعني هنا يقول كيف تتم هاي العملية؟ كيف يتعلم؟ يقول يتعلم لأن راح يسوي التشيك فحص للسورس ماك ادريس وللبورت نمبر مالته. Where the frame entered the switch. من اين؟ منين جتي؟ حتى يعرف منين اجت هذا الباكت. هذه أول نقطة. نقطة انه يعرف منين اجت. هذا من هذا الماك تابع الـ ANIC. وإحنا قلنا إحنا لما نوصل للماك مال الجهاز يعني وصلنا للشخص. لأن الماك هو physical. عنوان ثابت على الجهاز. أنا لما أعرف الشخص اللي هجم علي أعرف الماك مال جهازه يعني أنا وصلت له. خلاص انتهى الموضوع. يعني أنا الماك أدريس هذا معناه أنا وصلت للجهاز. وصلت للNIC مالته. يعني مثل ما وصلت الرقم الدار. يعني أنا وصلت الباب ورقم الدار من باب خلاص أقدر بس مجرد أدق الباب عليه. فهمتوني؟ الماك أدريس فيزيكال مثل رقم الدار. فيزيكال ثابت هذا. ما يتغير. هنا يقول أول ما تفوت الباكت راح يجيك للسورس يريد يتعرف على البورت ويتعرف على منو اللي أرسل هذه الباكت. هنا يجي يقول لي if the source MAC address does not exist. إذا هذا source MAC address ما موجود شلون يعرفه ما موجود؟ عنده MAC table موجود ضمن الماك تيبل لا لا it is added to the table along with the incoming port number. يعني لما راح يشيك للسورس يشيك منين اذا موجود بالماك تيبل مالته اوكي ما راح يضيف شيء للماك تيبل واذا ما موجود راح يضيفه عنده بالماك حتى مره اخرى لما راح يمر يكون هو معرف عليه معرف على هذا السويتش. يقول لي هناي if the source MAC address does exist يعني هو موجود السويتش update the refresh time for that entry. يعني أكون مو فقط أنه أني MAC address وقلنا يتعلم البورت كذلك إذا موجود راح يسوي refresh المن تعديل للتايم. تعرفون أكو أنا عندي تايم للتايبل لكل كونتين ضمن التايبل تايم عندي حتى الباكت اللي ترسل بيها تايم يا طلاب حتى يسموها TTL TTL time to live. واضح ال time to live حتى الباكت ما تظل تفتر بالشبكة إذا ما وصلت لأي destination حتى ما تظل وتسبب لي looping إيش راح يصير لها يصير لها discard مجرد يخلص العداد مالته مع كل هوب ينقص ال time to live ينقص واحد فمع كل هوب ينقص لحد ما اتصل الصفر ال time to live فهنا يصير لها ديسكارد للباكت تنتحر الباكت. إذا كان موجود راح فقط يحدث لي التايمر. By default most Ethernet switch keep entry in the table for 5 minutes. يعني by default الماكات اللي تحفظ على التيبل دائما تظل لمدة 5 دقائق ويصير تحديث عليها 5 دقائق ويصير تحديث عليها. ملاحظة هنا إذن هنا استفادينا ملاحظة مهمة عمليات اللير يعني السويتش وظيفته حتى تفهمون الدقة بالمعلومات اللي جاي تاخذوها. السويتش يسوي فاتت عليه الباكت يشيك السورس مالتها ماك مو فقط الديستنيشن يشيك السورس حتى يعرف الباكت هاي منين جايتني من يا جهاز ويشيك البورت مالتها ماك سورس والبورت وين من يا بورت فاتت لي فشي يسوي ياخذ هذا شنو ياخذ هذا الماك يتشيكه مع التيبل مالته موجود اذا موجود راح يحدث التايمر مالته يحدث مثلا كان هو 5 دقائق يريد ينتهي يجدد يسوي 5 دقائق نوب واذا ما موجود هذا السورس يضيفه للماك تيبل وينطي 5 وكذلك البورت مالته وينطي شنو وينطي 5 كتايمر. واضح يا طلاب هذه مهمه جدا. هنا يقول لي ملاحظة
if a source MAC address does exist in the table, إذا الماك address هو موجود بالتيبل لكن on different ports على port مختلف, the switch it writes this as a new entry. يعني إذا الباكت إجتني ولكن مو جهاز هو مرتبط على البورت مالتي, لا على different port على switch آخر, بهاي الحالة راح يعتبرها new, يعتبره جهاز, يعتبره شيء new جديد. The entry is شنو؟ replaced using same MAC address but with the more current port number. يعني راح شو يسوي؟ يتصل يعني يضيف الماك ادريس كنيو ولكن يكون مع اختلاف للبورتات اللي اجاني منها, مور كيرنت بورت نمبر. هذه ملاحظه افهموها يا طلاب. عمليه ضمن السويتش الليرنينج والفوروردينج, اكو شيء فورورد, احنا قلنا الليرن يتعلم من السورس, اما الفوروردينج شنو هذه؟ احنا عندنا خطوتين ليرنينج وفوروردينج. الليرنينج من السورس ماك ادريس, لما تفوت الباكيت الفريم يشوف السورس اذا موجود اوكي, اذا موجود بس يحدث التايمر, واذا ما موجود يضيف الماك ادريس ويضيف التايمر وكذلك البورت مالته. واذا كان هذا الباكيت جايتني مو من السويتش, مرتبطه بالسويتش من ديفرنت, ايش راح يسوي؟ راح يعتبره كنيو ولكن يضيف اكثر من بورت له, يعتبره كنيو ماك ادريس ضمن الماك تيبل. هذه يسموها الليرن. الفوروردينج شنو؟ الفوروردينج راح نجي نعرف الفوروردينج من اسمها, انه يمرر الباكيت. شلون يمررها؟ عمليه الفوروردينج يستند على السورس ماك ادريس, لو على الديستنيشن ماك ادريس راح نجي نعرف. يقول لي اف ذا ديستنيشن باعه, عمليه الفوروردينج دائما على الديستنيشن حتى بالراوتر او السويتش. اف ذا ديستنيشن ماك ادريس از يونيكاست ادريس, الديستنيشن اذا يونيكاست, احنا شرحنا شنو اليونيكاست, يعني هو يريد يدز الشخص واحد, السويتش راح يباوع واللوك فور ا ماتش بتوين ذا ديستنيشن ماك ادريس اوف ذا فريم اند انتري ان اتس ماك ادريس تيبل. يعني لما تفوت الباكيت باللام هو راح راح يسوي؟ يشوف السورس ويتعلم منه معلومات اللي تحدثنا عنها يسموها الليرن, ويشوف الديستنيشن, يشوف الديستنيشن شو يسوي للديستنيشن, يشيك كذلك الديستنيشن مالته في التيبل مالته هو موجود, إذا موجود راح نجي نشوف. If the destination MAC address is in the table, موجود بالتيبل, راح يقول لي الفريم forward out the specified port, يعني هو موجود البورت. فإذا موجود ال destination MAC يسوي لها, طبعا هو لما يريد يشوف يسوي لي decapsulate, ولما يريد يرجع الباكيت يسوي لها recapsulate, يعني decapsulate حتى يفتح الهدا ويشوف الديستنيشن. اول بدايه شاف السورس, تعلم منه معلومات اللي حكينا عنها قبل قليل, وراها شاف الديستنيشن لان هذه فورورد, لانه فورورد فشاف الديستنيشن. اذا موجود بالتيبل مالته يقول لها فورورد على البارت اللي موجود, واذا ما موجود هنا ايش راح يصير؟ if the destination mark address not in the table the switch will forward the frame out all port except the incoming port. هنا راح يصير عندي الفلودينج باعه عنده, فاتت الفريم بمرحله الفوروردينج, راح يشيك للباكيت للفريم. زين اذا ما موجود راح يدز على الكل, على كل البورتات يدز. ليش؟ حتى ما يصير لها ديسكارت للباكيت للفريم. ليش يدزها على الكل؟ لازم واحده منهم هي المعنيه بهذا الفريم, هذا هو المقصود. لكن هذا على حساب شنو؟ على حساب الباندوث يا طلاب, راح يستهلك باندوث اكثر لان الباكت راح يعني تشغل كل الكيبلات اللي مرتبطه بالسويتش. احنا دائما السويتش عندنا المشهور 24 بورتس بلاس اللي طبعا الباك بون اللي هي دائما تكون اثنين. هنا يجي اف السويتش راح يفور كل البورتات باستثناء الانكمينج بورت, يعني اللي جاي منه. هذه تسمى شنو؟ unknown unicast. unknown unicast يعني احنا ما نعرف من اليونيكاست, ما نعرف من هو المقصود. يعني اذا موجود
ملاحظة. If the destination MAC address is a broadcast أو multicast at destination, the frame is also flooded out all ports except the incoming ports. يعني إذا الديستنيشن سواء كان مالتي أو برودكاست وما موجود هو راح يدزل الكل. ليش؟ لأنه ما يعرف. واضح يا طلاب؟ طلاب هذا كل ما يخص محاضرتنا اليوم. شكرا جزيلا لإصغائكم.